يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في قصة بئر برهوت الجزء الأخير. ياريت قبل ما نبدأ معكم تعملوا لايك للفيديو وتفعيل علامة الجرس عشان يوصلكم كل إشعارات الفيديوهات التي نقوم برفعها، وهذا دعم لنا. ولكن كانت الأفاعي ترقد معي أيضا في كل مكان، وفجأة رأيت أفاعي ترقد في اتجاهي وكأنها تخاف من شيئا فتبتعد عنه مسرعة. اشتد الخوف بداخلي وحبست أنفاسي واتبعت طريق الأفاعي الذي تسلكه من شدة خوفي مثلها مما رأت. وفجأة ظهر في طريقي الرجل الغريب فأمسك برقبتي وأجبرني على الرقوع. لقد كان ذي قبضة قوية لا توحي بأنه من جنس البشر. أثناء ما كنت في هذه الوضعية وما زال الرجل ممسكا بي، تمكنت من رؤية أقدام ثلاثة خيول سوداء اللون، وبعدها نزل من عليها ثلاثة أشخاص. توقف اثنان منهم عند خيولهما، سار الآخر اتجاهي، والذي أمر الرجل الغريب بأن يكف يده عني ويبعدها. في مثل هذه اللحظة تمكنت من رؤية ثلاثتهم، ويا للعجب، لقد كان أحدهم بلا يدين والآخر بلا يدين، أما من تقدم اتجاهه فقد كان بلا رأس. سيطرت علي الصرخات بكل ما أتيت من قوة من شدة هول ما رأيت. حاولت الهرب والجري بعيدا من كل ذلك، ولكن كأن قدمي أصبحت لها جذور ممتدة بالأرض، وهذه الجذور تأبى أن أتزحزح ولو جزءا يسيرا من موضعي. استملكني شعور البكاء ولم أستطيع كبحه، فغرق وجهي بالدموع الغزير. سأل من كان بلا رأس الرجل الغريب: وأين الثاني الذي كان معه؟ قال الرجل الغريب: لا تقلق يا سيدي، لقد اهتممت بأمره وسويته بنفسي. إنهما يتحدثان عن سالم، ترى ماذا فعل به. اقترب مني الرجل الذي بلا رأس ووضع يده على رأسي وقال: هل تريد أن تنجو بحياتك؟ كن تابعا لي. لم أعرف ماذا أقول وما جاء بواردي. قلت له: أنا من سكان هذه البلدة الأصليين وجدي من سكانها. ضحكوا جميعا وتعالت أصواتهم، وقال الرجل الذي بلا رأس: أتعلم نحن سكننا هذه الأراضي منذ آلاف السنين، ولكن كان لزاما علينا أن نتحملكم، لذلك وضعنا بيننا وبينكم آلاف الحدود، ولكن أنت وابن عمك خرقتما هذه الحدود اليوم بمجيئكما إلى هذا الوادي. لم أعرف بما أجيب. وجهت نظري للأرض وساد علي الصمت، واصل حديثه قائلا: أتعلم أنني الملك برهوت، ملك هذه الأراضي، وكل هذه الأصوات التي كنت تسمعها إنهم هم أتباعي. خلاف كل هذه الأفاعي التي كنت تراها، ما هي إلا مردة الجن والشياطين والتي قمنا بسجنها منذ آلاف السنين، وقمت أنت وابن عمك بتحريرها عندما أطلقتما النار بالبئر. إن كنت تريد أن تكون تابعا لي فقد اخترت نجاتك، وإن لم ترد فاعلم أن أتباعي بكل مكان وهم متعطشون لتعذيب البشر وسفك دماءهم. انتابتني حالة هستيرية، دموع وصرخات ورجاء من الله سبحانه وتعالى أن أكون في حلم، كل ما أمر به أن يكون مجرد حلم ليس إلا. حاولت جاهدا أن أذكر الله سبحانه وتعالى حتى أتمكن من الهروب من هذا المكان بكل بشاعتي، وبالفعل ساعدني ربي وأعانني فتمكنت من الوقوف على قدمي والجري بعيدا. ولكن ما كان من الرجل الملك برهوت إلا أن علت ضحكاته وكأنه يخبرني: افعل ما يحلو لك وأرني ما أنت بفاعله. أثناء رقدي واجهتني أفعى، ولكنها بلمح البصر تبخرت في الهواء، حتى أنني أجهل السبب وراء ذلك. تجاهلت كل شيء من حولي ووصلت رقدي، وفجأة تعثرت بشيء ما في الأرض فسقطت إثره على الأرض، واصطدمت رأسي بشيء ما. فقدت الوعي ولم أشعر إلا وبيد تشدني من قدمي. حاولت رغم أنني كنت متهالكا أن أنقذ نفسي، ولكنني لم أستطع. حاولت بالتمعن بالنظر في من يشدني، وإذا به يحمل رأسا كالكلب الأسود، ولكن جسده بالكامل كالبشر، له يدين وقدمين مثلنا تماما.
كلما حاولت العبث معه نظر إلي بعيونه نظرات كادت أن تقتلني رعبا. كانت أعضاء جسدي بالكامل ترتجف من شدة الخوف، إلى أن وصل بي إلى مكان بوسط الوادي. وأول ما وصلنا بدأوا جميعا يظهرون من كل مكان يحملون أشكالا عجيبة وغريبة كليا، أشكالهم تقشعر منها الأبدان. وفجأة ظهر الرجل الغريب وبيده قدم شخص يجره على الأرض، إنه ابن عم سالم. ناديت عليه مرارا وتكرارا ولكنه لم يجبني. رقدت اتجاهه أقلبه يمينا ويسارا ولكنه قد فارق الحياة. أبعدني عنه الرجل الغريب ووضع قدمه على رقبة ابن عمي وأشار إلى قومي فانهالوا عليه، أي وكأنه فريسة ينتظرونها منذ زمن بعيد. أشاهد وليس بيد شيء لأفعله، وأول ما رقدت اتجاهه ثانية كان قد استوقفني الرجل الغريب، وفي هذه المرة وضع قدمه على صدري وقال في همس شديد: إن الملك برهوت ما زال يريدك. أخبرته وقد لم يعد لدي شيء يهمني بعدما فقدت ابن عمي، خذني عنه. فأمسك برقبتي وجرني ناحية البئر، كنت أرى وجوههم البشعة تطالعني وتناظرني أينما ذهبنا. وأول ما وصلنا للبئر سمعت صوتا جهلت مصدره: اقترب ولتكون من أتباعي لكي لا يمسسك سوء، ألقي بنفسك في البئر. مر شريط حياتي أمام عيني وتذكرت كل شيء مررت به طوال حياتي. تذكرت أمي التي لم تراها عيني منذ شهرين ماضيين، وتذكرت جدي الذي تكفل بتربيتي وعانى كثيرا حتى أتمكن من التكيف بالعيش معه ومع أعمامي. تذكرت ميتة أبي والتي يقال أنها كانت بشعة، ها أنا ابنه الوحيد وسأموت ميتة بشعة مثله. تذكرت فرض العشاء الذي لم أؤدي صلاته بعد. نطقت الشهادتين وطلبت من ربي العفو والغفران على كل ما قدمت يدي، وأخيرا ألقيت بنفسي بالبئر. وفي غمضة عين وجدت نفسي داخل مكان واسع شديد السواد، أرضه سوداء وسقفه أسود كاحل. سألت نفسي: أين أنا؟ وفجأة سمعت الجواب من رجل يبدو شكله من بعيد مثلنا نحن البشر، ولكن كلما اقترب كلما ازداد بشاعة: إنك بعالمي، عالم الجن والمردة والشياطين. اقترب مني وأمسك برأسي وبدأ يشكلني وكأنني عجين بيدي. الأغرب من ذلك أنني لم أشعر بأي ألم، وكأنني بعالم يختلف كليا عن عالمنا. وفجأة سمعت صوتا مألوفا لي، إنه صوت هاتف الجوال وبه رسائل تذكير آيات تقرأ من الذكر الحكيم، ولكن ما لي أراه يتقلب يمينا ويسارا ويصرخ وكأنه يعتصر عصرا. بالتأكيد إنه لم يحتمل صوت القرآن الكريم. أمسك بي ورفعني عاليا ومن ثم أطاح بي على الأرض. فقدت الوعي وفقدت ساعتي والتي كانت عندي غالية لأنها آخر هدية من والدي، وفقدت هاتف الجوال. وعندما استفقت من غيبوبتي وجدت نفسي نائما على سريري بمنزل جدي، ويا لفرحتي وسعادتي، إنه لم يكن سوى حلم بل كابوس مزعج، ولكنني حمدا لله سبحانه وتعالى قد استفقت منه. ولكن ليس كل ما يتمناه الفرد منا يجد حقيقة. التف حولي أهلي وبدأوا بسؤالي عما حدث بأرض برهود. سألتهم سؤالا: كيف جئت أنا إلى هنا؟ أخبروني: عندما رجعنا من حفل الزفاف لم نجدك، لا أنت ولا ابن عمك، وعندما تأخر الوقت قلقنا كثيرا عليكما، وكل محاولات الاتصال بكم على هاتفيكما باءت بالفشل، حتى جاء جارنا الذي رأكم بالسلاح متوجهين إلى أرض البئر الملعون وقص علينا ما حدث منكما ومنهما. توجهنا على الفور إلى البئر، وهناك أول ما وصلنا سمعنا صوت القرآن الكريم فتوجهنا اتجاهه، فوجدنا كليكما على منحدر، أنت مغمى عليك وسالم فاقد لحياته. ذهلت مما سمعت: حقا أمات سالم؟ تفاجأت مما سمعت: حقا مات سالم؟ قصصت عليهما كل ما حدث معنا بالتفصيل الممل، ولكن جدي وأعمامي لا يعتقدون مطلقا بالعالم الآخر، وأصبحت قصتنا حديث الصباح والمساء بالقرية وبكل القرى المجاورة لها. وحضر عندنا إناس كثيرون منهم من يطلب من جدي أن يجلب إلي أحدهم حتى يطمئن علي،
بألا يكون قد أصابني مس من قبل الشيطان، ولكن جدي لم يقتنع بكلام أي منه. أكثر شيء كان يقطعني من داخلي عندما أرى نظرات الألم والحسرة والعتاب بعين عمي والد سالم، وكأنهم يلمونني على فقدهم لابنهم الوحيد. وبعد 3 أيام ظهر تقرير الطبيب الشرعي، والذي ينص على أن المتوفي قد تعرض لحادث سقوط أدى ذلك إلى كسر في ساقه، كسر مضاعف، وأنه من شدة خوفه تلفت أعصابه فقام ببتر ساقه الأخرى السليمة، ومن ثم توفي من شدة النزيف الذي تعرض له، ومن شدة طول الوقت حيث لم يجده أحد لينقذه. حاولت كثيرا أن أشرح لهم ما صار معنا، ولكنهم لم يصدقوني قط، حتى إنني اقتنعت مثلهم أنني مجرد مريض نفسي، وكل ما حدث معي إنما هو من نسيج خيالي. وجاء اليوم الذي قدم فيه خالي عندما سمعت والدتي بما حدث معي، أرسلته في طلبي، وبالفعل حزمت أمتعتي وذهبنا مبتعدين عن أرض المهرة كليا. وأثناء مرورنا بالطريق استوقفني خالي بسبب فضوله أيضا، وسألني بسبب هذا المكان، توفي ابن عمك. وفي هذه اللحظة رأيتهم جميعا ملتفين حولي، الرجل الغريب والملك برهود بأتباعه وخيوله السوداء. صرخت مناديا على خالي، وإذ بهم يلقون علي شيء ما، إنها ساعة يدي التي فقدتها هناك. سألت خالي هل ترى أحدا غيرنا بالوادي، فسألته وهل ترى هذه الساعة، فأجابني بنعم. طلبت منه الرحيل بأقصى سرعة عنده، ومن يومها لم تزور قدمي هذه الأرض مجددا. سكنت مع والدتي بالبيت الذي تسكن به. أيقنت حينها أن كل الأساطير التي سمعناها حول البئر لم تكن إلا واقعا مريرا عاشه أحدنا وروى آخرون عنه، وربما تكون هذه الأساطير حقيقة أو خرافة، والله تعالى أعلم. متابعي قناة حياة المعرفة الكروم، لو أعجبتكم هذه القصة عن بئر برود، ما تنسوش عمل اللايك الجميل واشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل الحلقات التي نقوم برفعها أول بأول. نتعب كثيرا لإخراج هذا الفيديو بهذه الطريقة، فلا تبخلوا علينا بدعمكم الجميل.